اليوم جيت لهاي الفعالية، الفعالية كلش حلو، يعني مو بس انه يعوضون الكلاب او البزازين، طبعا هنا اكو دكاترة متخصصين للعلاج او اللقاح او كل الانواع. فاليوم انا جبت الكلبة مات على مود، عندي عينها الثانية مفقودة، يعني رايحة يمها، فصارت بيضة. فاي دكتور جيت او رحت لهنا بسليمانية قالوا ما لها علاج، فجيت اليوم للفعالية على مود اشوف انه انها علاج او لا، وأشوف الدكاترة هنا طبعاً. وشكراً خاص لهذه الفعاليات والمهرجانات اللي تصير على التوعية للكلاب السائبة حتى أو اللي يضربوهم، وشكراً لكم. نجمع الكلاب السائبة نسوي لهم عمليات التعقيم على مود يعني نتحكم بعددهم وما يصيرون هواية ويتكاثرون بالشكل الطبيعي، ونسوي لهم تلقيح ونرقمهم، وبهذا الشغل يصيرون نظيفين وما ينشرون الأمراض يعني اللي ينتشر للإنسان أو ينتقل للإنسان. طبعاً إحنا ما نريدهم يسوون إجراءات ضد الكلاب، إحنا نريدهم يعني يحمون الكلاب، يساعدون مو بس الكلاب، كل الحيوانات، لأن هم همينة مثلنا روح، يعني يحسون بالجوع، بالعطش، بالحرارة، بالبرد، بالوجع، فالحيوان مثلنا، فنريدهم يرحموهم ويعني يحسون بيهم. طبعا هذا المهرجان أول شيء على مود الناس يطلعون على هذا المشروع اللي جماعة من المتطوعين، احنا طبعا منظمتنا تطوعية وجماعة من المتطوعين الشباب سووا هذا المشروع اللي كان لازم الحكومة تسوي، فاحنا سوينا هذا الشيء وردنا الناس تعرف بهذا الشيء. المهرجان كان كلش حلو، الناس جاية من مختلف الأماكن، يعني اكو جاي من أربيل، اكو جاي من بغداد، هواية وهواي محافظات السياح، احنا كلهم جايين يشوفون مبادرة تجمع حيوانات ومختلف انواع الحيوانات، مو مثل الكلاب وبزازين. هسه قرد هنا اكو واحد جايب حية، كانت شيء جميل جدا، وكلهم اسب، كان قبل شوي مسابقة مال افضل ذكاء الكلب، يعني اذكى كلب موجود، كله تدريب، يعني مثلا يصيح يجي، وهذا كله كانت اكو كيناين، حتى شاف كيناين كان موجودة، ومبادرة جميلة. يعني هسه ان شاء الله مقدمين على افضل، وهالكلام أنا كطالب بيطري، يعني مرحلة أولى قدمت على مرحلة الأولى، إن دا أشوف الناس تقدم على اقتناء حيوان أليف، وقاعد تزداد هالظاهرة هواية بالسليماني، وإن شاء الله يعني تزداد للأفضل. كلش فرحت لأنه أكو هواي ناس يهتمون بهاي الحيوانات ويهتمون بالكلاب السائبة، خاصة بهذا الجو الحار، لأنه كلش حار، فيسوون لهم أماكن مخصصة يعتنون بيهم ويحطون لهم أكل وماء وكلش يهتمون بيهم، فهذا شيء كلش زين، خاصة أنه أكو أطباء وأكو ناس متطوعين يتطوعون أنه يرجون أنه يعتنون بهاي الكلاب ويعتنون بهاي الحيوانات السائبة، فهذا الشيء كلش حلو وكلش فرحني، وان شاء الله ينتشر بكل العراق، لانه هالشيء كلش نحتاجه، لان بالعراق كلش دا ينتشر انه الحيوانات تكون سائبه وما لها مأوى، فمن دا يخصون الاماكن ومن دا يعتنون بهم، هذا الشيء كلش زين. بعد ما نسوي لهم ذني العمليات واللقاحات السنويه والشهريه مالتهم، نخلي باذنهم مثل حلقه كل كلب ومكتوب عليه الرقم مالته، يبقى عنده يصير يمنا فايل، هذا اي شيء يصير يعني مشكله يؤدي يسبب مشكله للمنطقه اللي هو بيها او يتمرض او شيء، خابرونه ينطونا رقم الحلقه مالته، الكود نشوف من عندنا، نعرف كل معلومات عنه، نروح ناخذه مره اخرى. يخلي مثلا هسه هذا ذا منطقه مثلا معينه عندنا كلبين، ناخذهم نسوي لهم هاي العمليه، من ترجعهم مكانهم راح يمنعون غير كلاب يجون لهاي المنطقه، وهم بنفس الوقت ما راح يزايدون.